مرحبا بكم على قناة لغات وثقافة Langue et Culture. إذن الفيديو موجه للتلاميذ بشكل خاص، تلاميذ التعليم إما الابتدائي، التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي. في هذا الفيديو سوف نوضح البرنامج الذي قدمته وزارة التربية الوطنية للتدريس عن بعد، خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا بالمغرب وبعد تعليق الدراسة من لدن وزارة التربية الوطنية. إذن غادي ندخلوا دابا وغادي نشوفوا الطريقة كيفاش ندخلوا ونستفدوا من دروس عن بعد. إذن كندخلوا لجوجل مباشرة، كنمشيو لجوجل، لاحظوا معي شنو كنكتب جوجل. كناخذ صفحة جديدة جوجل مثلا، ندخل كنكتب تلميذ، يعني الحرف الأول ماجيسكول تلميذ، تيس هكا تي اي سي او، تلميذ تيس ا بي كا. لاحظوا الحروف، خصك تكتب الحروف بهذه الطريقه هذه ا بي كا ليتر ماجيسكول، يعني حروف بشكل اكبر. اذا كندخلوا كنلقاو هذا الموقع هذا، كنكليكيو على يعني الاختيار الاول اللي كيطلع لينا هنا، لاحظوا معي. اذا كتمشي مباشره لهاد دونلود ا بي كا 1.8 ام بي، كتختاروا هذه اللي باللون اخضر، لاحظوا download apk entre parenthèses 1.8 MB، كتختار هادي بلي باللون الاخضر. اذا كنديرو هكا، ملي كدير هادي كيطلع لك تيليشارجمون. دابا راه كيتم عمليه ديال تيليشارجمون، يعني هو تيليشارج، اتفقنا. كتكليكي على هادي اللي بالخضر، ها هي باللون الاخضر، وكدير تيليشارجمون، كيطيح تيليشارجي وانت كتعاود تختار وكتيليشارجي يعني بسهولة. لاحظوا معايا، إذن هذا البرنامج يعني نشرته لتو وزارة التربية الوطنية، وهو مهم جدا يعني كبديل بالنسبة للتلاميذ الذين يعني والأغلب يعني جميع التلاميذ طبعا، كما تم الإعلان في موقع وزارة التربية الوطنية أنه سوف يتم تعليق الدراسة. إذن كبديل يعني بشكل استثنائي غادي يتم يعني نشر الدروس أونلاين ولا عن بعد، يعني عن طريق يعني مجموعة من البرامج التي أعلنتها وزارة التربية الوطنية. إذا بعد تيليشارجمون شنو كنديرو؟ من بعد تيليشارجمون كنمشيو كدير أوفغيغ، ولا كتمشي للتليفون وكتقلب على التطبيق. إذا كنديرو أوفغيغ، ملي كتيليشارجي لينا لابليكاسيون كنديرو أوفغيغ، كطلع لينا هاد يعني هاد المصفح هذا، كنديرو انستالي. لاحظوا معي، يعني هو تم يعني تثبيت التطبيق بشكل ناجح. يعني إذا مشينا مثلا على مستوى شاشة الهاتف سوف نجد التطبيق، هو تلميذ تيس. لاحظوا معي تلميذ تيس، إذا لاحظوا معي التطبيق، يعني هناك مجموعة من محاور كبرى يعني خاصة بالتعليم الابتدائي أو التعليم الثانوي الإعدادي أو التعليم الثانوي التأهيلي. لاحظوا مثلا التعليم الابتدائي دروس الرياضيات، اللغة العربية، النشاط العلمي، اللغة الفرنسية إلى آخره، هذا التعليم الابتدائي. بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي لاحظوا مثلا الرياضيات، التكنولوجيا، التربية الأسرية، التربية الإنجليزية، علوم الحياة، جميع المواد هناك. بالنسبة للتعليم الثانوي التأهيلي نفس الشيء، لاحظوا معي الرياضيات، اللغة الإنجليزية، الفلسفة، علوم المهندس، علوم الحياة والأرض، مجموعة من المواد يعني يمكن الاستفادة يعني على مستوى هذا التطبيق. كما أنني سوف أضع على مستوى قناتي لونغ وكولتور يعني مجموعة من الدروس الخاصة باللغة الفرنسية، على اعتبار أن قناتنا يعني تركز أساسا على كل ما يخص اللغة الفرنسية. إذا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، وأتمنى لجميع التلاميذ التوفيق.